بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم، او مش في كلكم، في اللي لسه صابرين معانا واللي حابين يتعلموا الموضوع. يا جماعة هلا بدأ يحلو، بتمنى الكل يكون مستمتع معانا. هلو هلو، مش لحالي، برحب فيكم كله، حتى هذا صاحبنا الالين يرحب فيكم. يا جماعة هيك تقريبا الشغل ممتاز. هلا بدي تتخيل معي، هلا الشغل حلو، لو بدنا نعطيها للانيميتر عشان يعمل انيميشن بالمرحلة هاي، رح يبدا يعمل انيميشن لهذا المكان. طبعا ايش يعمل انيميشن لهذا المكان؟ ما بدنا الانيميتر يمسك اي اشي من الجوينت، الجوينت هاي اخر شيء بدنا نخبيها، بدنا نعمل له كنترولر بنسميها، اشي محرك للجوينت عشان اخفي الجوينت واخلي الشكل الخارجي اللي بده يختار الانيميتر يمسكه ويحرك فيه. ايوه، عشان تسهل على عملية الانيميشن، كل الفكرة من الريجينج عشان نسهل قدر الامكان عملية الانيميتر او عمل الانيميشن، ويكون يشتغل بسرعة ويشتغل براحة، لانه هو اللي بده ياخد وقت اكتر شيء بالشغل، ويكمل مثلا اذا في فيلم او قصة كاملة او كذا يعملها. هلا عشان اعمل هذا الاشي لازم اعمل او ارسم الكنترولر. اسهل شي تعمل كنترولر نعملها عبارة عن خطوط على اساس انه بالرندر ما تبين. فبدي اروح اعمل كرييت من نيربس بريميتيف، راح اعمل سيركل. اوكي، لما ترسم سيركل راح يحكي لك دراج اون جريد. اوكي، راح ارسم شكل دائرة بسيط على الارضية واجيبها بالمكان اللي بدي اياه. لاحظ انه هاي بدي اياها الكنترول، فبالرندر مش راح تبين وشكلها مش راح يبين كيف بالضبط. فانا اختصارا بدي ارسم شكل بسيط بس لا القدم، واخليه طالع شوي من الجوانب عشان يسهل اختياره من الانيميتر. راح احطه تقريبا على القدم، ممكن اعمله اطول شوي على اساس انه يكون سهل يختاره ويشتغل عليه الانيميتر. هذا الكنترولر الاول اللي يمكن رح تعمله بحياتك، سهل كثير. انتبه معي وركز، بدوش تركيز، يعني اللي وصل المرحلة معي هاي حيكون الموضوع سهل عليه. هذا الشكل انا عملته، لاحظ انه في اشياء كثير بالشانل بوكس. بدي اروح ديليت باي تايب هيستوري، وراح اعمل فريز ترانسفورميشن. اوكي، الفكرة منه بدل ما انه الانيميتر يختار هذه البون ويحركها، راح يختار الكنترول. فبالتالي راح اختار البون انا هاي الكبيرة الجديدة اللي انا اعملها. اوكي، وراح اكبس شيفت واختار الكنترولر، واكبس حرف البي يعني بيرنت، يعني من ايديت بيرنت زي ما بنعرفها على الكيبورد. هلا بهاي المرحلة راح تشوف انه صار يتحركوا التنين مع بعض. اها، اوكي جميل. طيب هذا في مرحلة الترانسليت، اوكي، تحريك من مكان. لو بدي اعمل روتيت، شوف المشكلة البسيطة راح تطلع لنا، راح تحرك معي جزء القدم اللي فوق، انا ما بدي اياه يتحرك، بدي يتحرك بس اللي تحت لان انا بعمل روتيت. فبالتالي راح اعمل اندو. الحل تبعها البسيط انه السنتر بيفت، البيفت تبعتها محور الدوران تاع الكنترولر محطوط في وسط الشكل. انا بدي اياه يكون في هذا المكان، راح اكبس انسرت على الكيبورد، وراح اكبس حرف الفي، وضلني كابس في من فري، من فري جود مثلا. اوكي، اضلني كابس في، وبالميدل كليك بالكبس الوسط راح اكبس على هذا المركز هون. بلاحظ انه عمل سناب لهذه الجوينت، وبكبس انسرت مره ثانيه، راح تصير عندي الحركه ترانسليت، راح يصير تمام، ما عندي مشكله اصلا فيه. ولكن الروتيت شوف تحرك اللي تحت لحالها بدون ما تاثر بالركبه. اوكي، هذا اللي انا ذات اكزاكتلي وات اي وونت. اوكي، هذا اللي بدي اياه من هذا المكان. الان بدي الكنترولر هاد اكرره على الجهة الثانية. ممكن ارسم كنترول جديد انا بدي اكرره، فعشان اكرره
بدي اعمل ان بيرنت، بدي ارجع اللي هي شيفت مع بي، بي بيرنت، شيفت مع بي ان بيرنت، بس بختارها هاي وان بيرنت. اوكي اختار الصغير ويكبس ان بيرنت، شفت مع بي. اوكي اخذها مزبوط، وبكررها كنترول دي فور دوبليكيت، وبحرك مكانها للجنب، وعشان تيجي بالوسط بالضبط بدون انسرت، لاحظ بدون انسرت، لان بدي احرك مكانها، بكبس حرف الفي وبضلني كابس، وبكبس على الجوينت بالميدل كليك على الماوس، بلاحظ انه اجت بالمكان اللي بدي اياه، وبرجع مره ثانيه بيرنت سريعا، بختار الابن، بعدين شيفت بختار الاب، حرف البي، بختار الجوينت الكبيره اللي ورا هون، شيفت مع هاي حرف البي على الكيبورد، ولاحظ انه الشغل عنا حلو والامور مريحه وجميله ان شاء الله. اوكي دوران والتحريك. اوكي ممتاز، مبروك اول كنترولر. الكنترولر هاد جاهز، بس هون في عندي شغلات كثير بالترانسليت وروتيت وكذا. انا ما نظفته هاد، بدي ارجع ان بيرنت، عفوا ارجع ان بيرنت، شفت مع بي على السريع، وهاد اكبس عليه، وهيستوري، وما بدي سنتر بيفت، دخل البيفت تبعته على الجوينت، بس فريز ترانسفورميشن. اوكي برجع مره ثانيه الجوينت والكنترولر وبي بيرنت، تاكد. اوكي الان هذا الشكل اللي عندي، الانيميتر لما يشتغل فيه بدي يعمل تحريك ويعمل دوران، بس ما بدي يعمل سكيل. شوف سكيل راح يعمل سكيل للجوينت، ما بدي السكيل، فهون لسه في عندي سكيل. عشان تلغي السكيل منه، انتبه لهاي الاداة الحلوة، اختار السكيل وفيزيبيليتي، بعد خلي الفيزيبيليتي معهم، ما بدنا اياهم السكيل، ما بدنا اياهم، بدنا يتحكم بالترانسليت ويتحكم بالروتيت. لما تختارهم كلهم مع بعض هدول، اكبس رايت كليك بالماوس وضلك كابس وانزل لتحت، مو مبين عندك بالفيديو، في عنا اشي اسمه لوك اند هايد سيلكتد، يعني يا مايا يا محترم اعمل لوك، اقفل واخفي هدول اللي انا مختارهم. اوكي تكبسها مباشرة اختفوا عندي، صار لونها رمادي لما تكبس R، ما بتقدر تكبرها، بس بتقدر انك تعمل روتيت وتعمل ترانسليت للكنترولر. والتانية كمان نفس الشيء، اختارها وروح على سكيل وفيزيبيليتي، رايت كليك ضلك كابس، لوك اند هايد سيلكتد. اوكي اوكي ثانك يو مايا. هلا الامور تمام، في ناس بحبوا يعملوا الوان، لون لليمين ولون للشمال، ليش ما نعملها؟ بدي اخلي كل الكنترولر اللي على اليمين، شوف لون الخط هون ازرق وهون ازرق، عشان اعرف هذا اللي على شمال الكاركتر بدي اخلي لونهم احمر مثلا، اوكي؟ او هذا بدي تغير لونه اخضر او كذا، انت حر. انا هذا بدي اعمله لون مختلف. عشان تعمل لون مختلف للكنترولر اكبس على الاتريبيوت، روح على تحت على Object Display، انزل لتحت في عنا Drawing Override، اكبس عليها واضغط على Enable Override. مجرد انك كبست على Enable Override ضوى عندك الكلر، الكلر الان عنا رمادي، غير لونه للون مثلا الاسود، وليكن اسود، ليش لا؟ اوكي هذا الاسود صار هو لون الكنترولر الجهة اليمين، وبدي مثلا هذا الثاني كمان enable override، خليني اغير لونها للون احمر مثلا. هلا الركبة والايد وكذا، كل الكنترولر اللي راح اعملهم راح اعطيهم لون احمر لليمين الكاركتر، وللشمال راح اعطيهم اللون الاسود. اوكي ممتاز، مبروك اول كنترولر بتعمله للكاركتر. هاي هي العملية البسيطة، الفكرة منه نعمل جوينت ونعمل له كنترولر عشان الانيميتر ما يختار الجوينت، يختار الكنترولر والكنترولر فقط. بكفي كلام في هذا الدرس، ان شاء الله بنكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.